ترأس مساء اليوم وزير إدارة الأراضي والحكم المحلي بشر علي سليمان أعمال الاجتماع الذي ضم مسؤولي برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وقد تناول اللقاء عدد من المواضيع الهامة. نتابع جزء من الكلمة التي ألقاها وزير إدارة الأراضي والحكم المحلي في هذا الاجتماع بترجمة الزميل الحسين النور. إن حكومة جمهورية تشاد تعبر عن رضاها لما تحصلت إليه من تجارب أساسية عبر المؤسسات الدولية، وأن لجنة تسيير مشروع دعم الانتخابات مثال لذلك، كما أن الحكومة من جانبها ستعمل من أجل تطبيق ما جاءت به اللجنة فيما يتعلق بتقوية الإدارة الرشيدة ودولة الحقوق عبر هذا المشروع الذي يتماشى مع نظامنا الانتخابي، وأن مثل هذه المشاريع تتعامل معها الحكومة لتقوية الديمقراطية التي تعيشها البلاد، كما أن رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس ديبي إتنو يسعى دوما من أجل خلق جو تسوده الديمقراطية والحريات الأساسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن لجنة تسيير مشروع دعم الانتخابات قد أفادتنا بالكثير من خلال العمليات التي قامت بها والمتمثلة في البطاقة الرقمية للناقب، وأن دولة تشاد ستتعامل بصورة دائمة مع مثل هذه اللجان من أجل ترقية المجتمع. Chaque jour davantage les acquis démocratiques